شايفين الجمال والطعامة دي؟ ايه رأيكم؟ عملت النهاردة معاكم الأوزي، لو حابين تعرفوا طريقة الأوزي تعالوا يلا مع بعضينا نخش مطبخنا ونشوف عملنا الأوزي النهاردة مع بعضينا ازاي. بينا نعمل مع بعضينا اللحمة المفرومة بتاعت الأوزي. طبعا أول حاجة اللي هنحط هنا قطعة زبدة، حطيت هنا طبعا مكعب زبده، حطيت عليهم كمان شويه زيت، لان طبعا هنا انا هعمل اللحمه المفرومه والبسله والجزر وهحط كمان عليهم الايه الرز طبعا. تمام، هنعمل الاول البصل. يلا زي ما احنا شايفين كده هنحمر مش هنحمر البصل بقى، هنشقر البصل بس كده او هنصفره، يعني هنشقره، لا هنشقره حاجه بسيطه كده او هندبله. وبعد كده هوت هنزل عليه باللحمه بتاعتنا المفرومه. عايزه اقول لكم ان الاوزي ده حلو جدا جدا وهيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. فكرتك في العزومات بجد بجد حاجه شيك جدا وهتبقى جميله جدا جدا في اي عزومه بتعمليها جنب الاكل وشكلها حلو قوي. انا ان شاء الله عندي عزومه يعني كام يوم كده ان شاء الله هدخلها من ضمن المنيو بتاع العزومه بتاعتي ان شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين كده حبايبي انا عندي كده البصله بتاعتي اتبلت، هنزل عليها باللحمه المفرومه اهي. طبعا اللحمه لسه عندي مجمده شويه ولكن هتفك دلوقتي مع البصل اهي، هي بتفك واحده واحده مني بس لسه مطلعاها من الفريزر من حاجه بسيطه بس هتفك ان شاء الله دلوقتي على طول مش هتاخد وقت. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهي اللحمه عندي فكت، فاضل بس الحتتين الصغيرين دولت هيفكوا حالا. عندي بقى هنا البهارات اللي انا هحطها، انا مش حابه احط حاجه في الوصفه النهارده دي غير حاجتين اتنين من البهارات، هحط شويه فلفل اسود اهو حاجه بسيطه كده من الفلفل الاسود، هحط كمان عندي شويه من السبع بهارات بس مش هحط اكتر من كده. تمام، واقلب بقى كده اهو وانزل بعد كده عندي بقى البسله والجزر انزل بيهم على طول على اللحمه. عندي هنا الخضار اهو البسله والجزر احطهم واقلبهم كده، هقلب بقى البسله والجزر واللحمه المفرومه مع بعضيهم شويه، بعد كده اهوت انزل عليهم بالرز بتاعنا مقدار الرز اللي احنا هنحطه. بعد كده اهوت اللي حابب بقى في حته الرز دي يحط رز مصري اللي هو قصير الحبه تمام اوكي، اللي حابب يعمل زي ما انا هعمل النهارده رز بسمتي عشان خاطر الولاد عندي مش بيحبوا غيره، يعني هما اكتر بيفضلوا رز بياكلوه اللي هو الرز البسمتي، فانا هحط النهارده رز بسمتي ان شاء الله في الوصفه دي. ولكن اللي حابب يحط رز مصري اللي هو قصير الحبه تمام برده هيبقى حلو جدا جدا جدا. تمام، هنزل بقى بالرز دلوقتي. خلاص كده حبايبي زي ما احنا شايفين كده خلاص الخضار اخد مني النكهه بتاعت اللحمه والبهارات، هنزل عليه بالرز طبعا بعد ما غسلناه اهو. وصفة حلوة قوي قوي وجميلة جدا جدا جدا. حبايبي انا قلبت الرز مع الحاجات الحلوة اللي انا كنت حطها هنا دي اللي هي الخضار واللحمة والبصل، هننزل بقى بمقدار المية على قد مقدار الرز. طبعا احنا زي ما اتفقنا مع بعضينا ان الرز البسمتي بياخد الكوباية بتاخد مقدارها كوباية ونص مية. تمام، هحط المية وهسوي الرز عادي جدا 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 كأنه هيتاكل كده من غير ما يتحط في حاجة. تمام، انا هحط 3 كوبايات ونص على قد مقدار الرز اللي انا عملته. تمام اهو خلاص هسيبه بقى يستوي، وبعد ما يستوي ان شاء الله الاول نحط له الملح بتاعه، وبعد ما يستوي بقى ان شاء الله نقعد مع بعضينا نعمل الاوزي سوا. عايزه اقول لكم ان شاء الله باذن الله يا رب يعجبكم وينول على رضاكم ويعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الجميله اللي دايما والله بتسعدني وبتفرحني جدا. هسيبه بقى دلوقتي هقفل عليه لحد ما يستوي ويتشرب وبعد كده ارجع له. هنا حبايبي الرز لازم طبعا الرز يكون بارد، حطيته كده في الطبق عشان يبرد عشان نبدا نعمل الاوزي بتاعنا. عندي بقى هنا عجينه الباف باستري انا طلعتها من الفريزر طبعا فكت، لازم تكون فكه. بعد كده هنفردها كده بالمردنه تمام كده، فردتها حلوه قوي وخليتها رقيقه. هجيب بقى عندي كده طبق او طبسي صغير واحط فيه كده العجينه زي ما احنا شايفين كده، وابدا بقى احشي العجينه اللي عندي دي بالرز واللحمه والبسله والجزر.
تمام، ما نكترش فيها عشان تتقفل وتبقى كويسه وما يطلعش من الجوانب. عايزه اقول لكم على حاجه، طبعا انا قلت لكم في الاول ان هو ممكن نعملها بعجينه الجلاش وممكن نعملها بالعجينه بتاعه الباف باستري. تمام، نقفلها بقى كلها كويس جدا جدا كده اهي، نقفلها قوي قوي على الحشوه عشان ما تطلعش مننا خالص. اهي زي ما انتم شايفين طلعتها كده خلاص من الطبق وقفلتها كويس جدا جدا. عندي بقى هنا هخلص بقى كل الكميه اللي عندي، وبعد ما اخلصها ان شاء الله هقول لكم هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي خلاص انا خلصتها ما شاء الله كلها حلوه. عندي هنا بقى شويه حليب حطيت عليهم نص معلقه زيت وادهن بيها بقى الوش كده اهو، ندهنها بقى كلها كده حلوه قوي عشان طبعا ده هيخلي الوش بتاع الاوزي بتاعنا يتحمر ويبقى شكله حلو. اللي حابب بقى يحط في المرحله دي صفار بيضه مع شويه حليب ونسكافيه تمام برضو، انا مش حابه اعمل كده، انا حابه اعمل شويه الحليب البسيطه دي على نص معلقه زيت اهي كده، حلوه قوي قوي. خلاص بعد ما دهنتها بقى كلها عشان بقى الشكل بتاعها يبقى حلو كده وشيك، نحط بقى ايه اي مكسرات عندنا، اي سوداني، اي حاجه موجوده عندنا. تمام، انا عندي هنا جوز او بيكان هحطه كده اهو، وهدخلها الفرن بقى. طبعا كل حاجه مستويه، العجينه بس هي المستويه. هدخلها الفرن دلوقتي تاخد وش شوايه والعجينه تستوي، وبعد كده ان شاء الله نقدمها سوا مع بعضين. وبكده حبايبي النهارده تكون وصفتنا للاوزي خلصت. عايزه اقول لكم ما شاء الله تحفه جدا جدا وشكله رائع، اتمنى ان انتم تجربوه ان شاء الله وينول على رضاكم واعجابكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله هنقدم مع بعضينا وصفات جايه احلى واحلى، واللي جايه احلى ان شاء الله. باي باي.